يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا أخشى من الرياء لدرجة أني لا أصلي عند أحد. لا يا أخي، ما يجوز لك تترك العمل تقول أنا أخشى من الرياء، هذا من الشيطان. اعمل العمل وأخلص لله عز وجل، لا تترك العمل خوفا من الرياء، هذا ما يريده الشيطان، يثبطك يقول لك لا تصلي، لا يظن أنك ترائي بهذا، لا تقوم الليل يخشى عليك من الرياء. اسأل الله السلامة من الرياء ومن الشرك، واستمر على العمل الصالح. نعم.